جزاكم الله خيرا. ما معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ معناه أن هذا المكان مكان فاضل، وأنه مستحب الصلاة فيه، لأنه روضة من رياض الجنة، فتستحب الصلاة في هذا المكان إما فريضة وإما نافلة، تصلي فيه ركعتين، خصوصا إذا قدم من سفر. هذا الموطن ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وبيته روضة من رياض الجنة، يعني مكان فيه فضل. نعم.